أخبار اليوم. حضرتك احنا الأكاديمية عملت مكاتب لنقل التكنولوجيا في كل الجامعات أو في معظم الجامعات، 33 مكتب في معظم الجامعات والمراكز البحثية. المكاتب دي لازمتها ايه؟ تساعد الناس في ايه؟ في اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، ان هو لما يروح لهم في الإقليم اللي موجود فيه أي حد. المكتب نفسه، الأكاديمية نفسها ما تقدرش تعمل كده. ليه؟ هو أنا هكتب ملف لنفسي وأنا اللي أقيمه؟ أنا جهة فصل. حضرتك مكتب البراءات زي المحكمة، جهة فصل. هو أنا ينفع أقول للقاضي اكتب ملف الدفاع لنفسك؟ إذا كان هو اللي هيقول ده صح وده غلط وده ينفع وده ما ينفعش. ما هي دي برضو من الحاجات المغلوطة. أنا مكتب البراءات زي المحكمة، بتقدم ملف في فاحصين وفنيين بيدرسوه عشان يحكموا حكم. الحكم ده ممكن ما يعجبكش وممكن يعجبك. طب انت لو سألت الناس اللي اخدوا براءات هتلاقيهم سعداء جدا بمكتب براءات الاختراع. يعني احنا بنقول احنا بتقدم لنا عندنا تقريبا 700-800 واحد، منهم 80 اخدوا، فيه 620 ما اخدوش. تفتكر 620 هيكون رأيهم ايه في مكتب البراءات؟ سلبي. طب ما تسأل 80 اللي خدوا، هي كده. هو حكم. هو حضرتك مش في المحكمة القاضي بيحكم، بيبقوا فيه اتنين موجودين، واحد بيسقف وفرحان يحيى العدل، واحد يقول يا ظلمة، صح؟ هو مش ده حكم، هو كده.